الصفاق الوطني مش مع حاكم ومش مع حكومة ومش مع سياسة، وإنما الصفاق على الوطن نفسه. مصر في حاجة إلى حماية، مصر مهددة من كل النواحي، مصر مهددة من فلسطين، مهددة من سوريا، مهددة من اليمن، مهددة من ليبيا، مهددة من السودان. فلازم تاخدوا بالكم إن مصر في حاجة إلى اصطفاف وطني حقيقي، مش يدافع عن حكومة أيضا ولا عن حاكم، وإنما يدافع عن الذي يريد أن يستولي على مصر. ولازم تبقوا فاهمين كويس، عدو مصر الحقيقي من غير لف ولا دوران هو إسرائيل. هو إسرائيل عدو مصر الحقيقي برضه من غير لف ولا دوران، هي أمريكا التي تمول إسرائيل وتدافع عن إسرائيل. النهاردة بيحضروا لحل القرن ولا صفقة القرن، في إنه خلاص ما يبقى دولة بلا حدود، دولة في حتة في جزء من الضفة وفي جزء من غزة، بلا سلاح، بلا ولاية، بلا عاصمة. هياخدوا منين القدس؟ كل القدس. وإحنا قاعدين نتكلم عن القدس الشرقية والقدس الغربية، دي خيبة عربية. مفيش حاجة اسمها قدس شرقية وقدس غربية. القدس كل القدس عاصمة فلسطين بتاعتنا، اللي احنا يجب ان نتمسك بيها ولا نفرط فيها، لأن بقائنا ومواجهتنا مع اسرائيل هو صراع البقاء والوجود، اما نحن واما هم. لذلك لازم نؤكد ونصرخ بأعلى صوت، عاشت مصر، فلتسقط اسرائيل، فلتسقط امريكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.